المواقع الاسبانية. انا ودي بشفاءه بس ما ودي يلعب ضدنا. لو حتى لو لعب ما عندهم ترقوه ان شاء الله صعبه والله. المشكله ان مباراه الاخر مباراه مع مصر وبعده خرج برضه لاعب كارفخال برضه اصيب. بس وش جاب كارفخال لمحمد صلاح؟ مهما كان لا كان لا طيب 3-2 لاعب خرب عليك المنظومه كلها كامل. محمد صلاح مبني على الخطه عليه وصول كارفخال للنهائي يعتبر مفاجأة، لكن وصول الريال للنهائي ليش مفاجأة؟ ما يعتبر مفاجأة. ليفربول مفاجأة؟ وصوله للنهائي وينك يا سعود الصراحة؟ لا لحظة وينك يا سعود الصراحة؟ يا أخي اسمعني طيب. للنهائي أقصد، ركز معي، للنهائي. لكن خبرة الريال في النهائيات برضه لها دور. يعني أنا رشحت الريال. أنا جاني اتصال من إحدى الصحف بعدين أنا قلت في تغريدة اليوم ورشحته بالأمانة رشحته. يعني طارق، يعني إحنا الآن أنا وياك كبرشلونيين نحزن اليوم ولا ما نحزن؟ شوف نزعل ولا ما نزعل؟ لا مو بتزعل. شوف اول شيء يعني لنا احباب احنا كذلك مدريديين نقول مبروك. انا ولدي انا الله يبارك انا ولدي مدريدي وبعطيك اياه. انا جبت له تيشيرت وموقعين عليه لعيبه مدريد. اجل من اجل طريق احد من الروح والاخلاق الرياضيه او انا اعتبره من كبار المدريدين في السعوديه اسمه الدحمي طارق. والله ما ادري عنه. اعطيت اياه هديه الولد. لكن بالنسبه لي انا انبسط وخلاص. لو شفت المسيره ما اكيد بحزن. اللي يحب العداله بيحزن. ابو صقر توقع اليوم ايش فيه؟ زعلان ولا مبسوط؟